قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أحزابا تونسية حصلت على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الماضية، مشيرا إلى تعاقد تلك الأحزاب مع شركات علاقات عامة أمريكية. وتساءل سعيد ماذا ينتظر القضاء لاتخاذ اللازم ضد مرتكبي هذه الجرائم الانتخابية. وفي وقت دعا فيه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق في تونس إلى حوار وطني واسع ومباشر لمعالجة الأزمة الراهنة، مشددا على أنه لا ديمقراطية دون أحزاب سياسية، قالت الجمعية التونسية للقضاة الشبان فيما يشبه الرد المباشر على الرئيس التونسي إن أي قانون يتعلق بالسلطة القضائية ومهما كانت صبغته لن يمر. وأضافت الجمعية أن السعي إلى ضرب السلطة القضائية وتشويه القضاء إعلامياً من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الثقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية قبل 3 أشهر والتي أقال فيها حكومة المشيشي وجمد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه إضافة إلى ترأسه النيابة العامة، ظهرت أولى ملامح الخلاف مع المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن وقتها رفض قرار سعيد ترأس النيابة العامة من جملة قراراته التي وصفت بالانقلابية على نطاق واسع. المجلس القضائي أكد خلال لقائه بسعيد يوم 26 يوليو على استقلالية السلطة القضائية وضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية، وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات. إلا أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد، فقد أطلق سعيد تهديداته نحو القضاء التونسي واتهم أطرافا فيه بالتآمر على الدولة. وقال خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في قصر قرطاج في 4 أكتوبر الماضي بأن النيابة العمومية لا تتحرك إلا عند القبض على شخص فقير سرق الخضروات، فيما يبقى من نهب المليارات بلا محاكمة على حد تعبيره، لتعود القضية إلى الواجهة مجددا عقب لقاء الرئيس قيس سعيد مع وزيرة العدل ليلى جفال أمس، حيث طالبها بإعداد مشروع لإعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي اعتبره عاملون في سلك القضاء تدخلا سافرا في شؤونهم، إذ رفضت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها إلغاء استقلال القضاء بداعي الإصلاح، مشددة على أنه لا يمكن المس بموقع القضاء في النظام السياسي المزمع تغييره في تونس، وخاصة مع إعلان سعيد صراحة رغبته في تطهير القضاء بدعوى تطهير البلاد، وسط مخاوف من تطهير القضاء من مناوئي سعيد فقط كما يقول مراقبون. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي الدكتور زهير إسماعيل الباحث والأكاديمي من تونس. أهلا بك سيد زهير. يعني ما الذي يريده الرئيس قيس سعيد من السلطة القضائية في البلاد؟ نعم، مساء الخير. مساء النور. وأن العنوان في هذه المرحلة بالنسبة إلى الرئيس قيس سعيد هو إخضاع المؤسسة القضائية أو السلطة القضائية، لأنه بإجراءات 25 جويلية تمكن من أن يضع في يده كل السلطة التنفيذية، وهو الآن هو المشرع، ولكن بقيت قلعة القضاء مستعصية إلى حد كبير. ويبدو أن الرئيس يريد أن يمر إلى مرحلة ثانية يكون فيها القضاء هو الأداة، وهذه الأداة يمكنه من خلالها أن يواجه خصومه، والخصم الأساسي في الحقيقة اليوم هو المتمثل في الشارع الديمقراطي، والذي تحرك ويتوقع أن يتحرك في الأيام القادمة، لأن الأمر بلغ يعني مستوى حادا جدا من التوتر. ويعني حينما قلنا أننا خرجنا من أزمة مركبة مالية اقتصادية صحية إلى يعني مأزق بلا أفق، فعلا نعيش هذا المأزق يعني في ظل أزمة حادة جدا جدا تهدد البلاد بالإفلاس. ومثل هذه الإجراءات هي تضاعف من عزلة الانقلاب، وهذه الحقيقة يعني نقولها كملاحظين بغض النظر عن موقفنا من الانقلاب، هناك عزلة حقيقية اليوم، ولكن هذه العزلة لم توقف هذا المنح التدميري الذي يتعلق بالمؤسسات، سواء كانت يعني مؤسسات يعني تشريعية أو كذلك الحكومة، وكذلك مؤسسات
تعديلية مثل هيئة يعني الهيئة التي تشرف على تنظر في جسرية القوانين، وربما هناك إشارة حتى في يعني صفحات تتبع أنصار قيس سعيد، هناك تلميح إلى استهداف يعني الهيئة المستقلة من الانتخابات. طيب يعني دكتور زهير، نعم يعني ما تبعات أن يحاول قيس سعيد أن يدخل في صراع مع المؤسسة القضائية ويبدو كأنه لا يثق بهذه المؤسسة وأن يجعلها أحد أدواته؟ نعم، هو أنا ذكرت أنه يجعلها أحد أدواته. ما تبعات ذلك؟ هو طبعا هي تبعات وخيمة، إذا تمكن من ذلك فإن هذا طبعا سيجعله يمسك بكل السلطات، ويمكن أن يعني نكون أمام مرحلة أخرى يستخدم فيها القضاء، يصبح قضاء التعليمات ربما يعني أشد مما كان عليه الأمر في العهدين البرجيبي والنوفمبري. ولكن حينما ننظر إلى مؤسسة القضاء، هو قضاء فعلا يتعافى رغم يعني المشاكل التي عاشتها البلاد، بل هو تفاعل مع ما عاشه الانتقال الديمقراطي المتعثر، ولكن داخل هذه المؤسسة كما في البلاد هناك تقاليد حقيقية لا أظنها تشعف رئيس الجمهورية بأن يجعل القضاء بين يديه. وهنالك يعني تكلم عديد من القضاة ومن المختصين وفي مستويات يعني كبرى على أن الأمر يتعلق بإصلاح القضاء لا بتطهيره، وحدث جدل حول عبارة تطهير استعملت حتى في المستوى الشعبي لمنزعها ربما الخطير تشير إلى الحرب الأهلية إلى التطهير العرقي إلى غير ذلك. ولكن أيضا داخل القضاء كبار القضاة لم يقبلوا بهذه المسألة، اعتبروا أن القضاء ينصلح يعني داخليا ويمكن أن يتعافى، وتقاليد القضاء أعتبرها أجدها عادية. نعم، رغم الضغط الشديد الذي تعانيه هذه المؤسسة. شكرا جزيلا لك دكتور زهير إسماعيل الباحث والأكاديمي من تونس على هذه المشاركة.